ومعانا الدكتوره مروه نوح الله خبيره استشاري التغذيه العلاجيه، وهي عماله تحط حاجات اعمل حميتك مش عارف ايه. أيوة وشارك مع اصدقائك مراقبينك إيه؟ على السوشيال ميديا. فانا متابع يعني مش مساء الخير الفل عليك. دلوقتي ايه كانت شوربه المواسير اللي اكتشفوها فجاه دي؟ هي مش عارفه ليه اكتشفوها فجاه. هي اصلا شوربه المواسير او البوم براث اللي احنا بنقول عليها من الحاجات اصلا الصحيه والمفيده جدا، ويمكن انا قلتها مره كده على الماشي عندكم انها من الحاجات اللي بتزود المناعه. هي صحيه جدا جدا. اوكي، بس هل ممكن تخسس 10 كيلو في 10 ايام فعلا زي ما بيقولوا؟ هي بصي دي نفس فكره الديتوكس يا نانسي، انت عارفه مبدئي في الكلام ده، فكره ان انا هاخد سوائل بس ومش هاخد معاها اي حاجات ثانيه، فطبعا هفقد دهون بس هفقد معاها كتله عضليه لانها مش هتديني برضو كل العناصر الغذائيه اللي انا محتاجاها. لا ما استني بس هقول لك يا دكتوره، قال لك عليك احضار عظام الابقار او الدجاج وتحمصها اولا في الفرن. يعني ايه تحمصها في الفرن؟ ادي واحد. اثنين، ثم وضعها في اناء مضاف اليه الكرفس والجزر والخضروات المفضلة لديك والتوابل، وفي النهاية أضف الماء واطهي الوصفة لمدة تصل إلى 48 ساعة. إيه؟ لا ده كتير قوي. طبعا هي بتتعمل طبعا على نار هادية، هي دي غير الشوربة بتاعت اللحمة العادية، فعلا بتجيب العظم وبنحطه على نار هادية خالص. لا ده بيقولك تحمصه في الفرن. يعني إيه تحمصه في الفرن؟ تحمص العظم إزاي؟ أنا أول مرة أسمع طبعا الطريقة دي، يعني بالنسبة لي غريبة شوية، بس هي فعلا ان البوم براس بيطلع بالطريقه دي، ان احنا بنحطه على نار هاديه خالص عشان ندي فوائده، ودي حقيقه. بس حكايه ان احنا تنزل 10 كيلو في 10 ايام، في طبعا ريلاتيف جدا، يعني لو نانسي عملت كده مش تنزل 10 كيلو في 10 ايام. طبعا لا نانسي هتطول 10 سم في 10 ايام. نانسي ما بتخسش، نانسي بتطول. دي حقيقه، دي مشكله عايزه بتكلم معاكي فيها بجد. انا بطلت اخس، انا بقيت يعني ما اكلش اطول، اكل اطول برضه، فمش فاهمه المشكله في ايه. طب خليكي معانا يا دكتوره علشان في موضوع تاني. ان في واحد اسمه عبد الله قعد سنه كامله عنده تعب مفاجئ ومستمر، وده عمره 16 سنه، وطلعت في الاخر ان ده بسبب انه مدمن نودلز. جاله جرثومه المعده الشعريه سريعه التحضير هي السبب. ودي حقيقه فعلا، ودي حقيقه فعلا. النودلز زي ما بتقول احنا، انت عارفني طبعا حضرتك ونانسي ان انا مع الاعتدال. الاولاد بتحبها وي زي حاجات الجانك فود اللي بنقولها بناخدها باعتدال. الفكره ان الامهات بتستسهل والاولاد بتحبها، وحاجه رخيصه وحاجه متداوله سريعه ويلا بالظبط، فيلا ناخد. فكرتها في ايه؟ سيبنا انها مكونات فارغه ما بتديش يعني عناصر غذائيه، سيبنا من القصه دي خالص. فيها ماده مهمه قوي اللي بتديها الطعم بتاعها المميز اسمها مونو صوديوم جلوتاميت. الماده دي بتعزز الطعم، بتتحط على حاجات كتير. كان زمان عملوا ابحاث وقالوا دي بتعمل سرطانات، وبعدين جت الاف دي قالت لا ما بتعملش، بس ليها اضرار كتير. كميه صوديوم مش عاديه فبتاثر على الكلى. ده بيتكلموا على ارتكاريا شديده في جسدي. لسه كنت هقول صح. وبتعمل، انا لسه كنت هقول بتاثر على الكلى من كميه الملح، وبتعمل حساسيه ساعات عند ناس شديده جدا. وجرثومه المعده، ايه جرثومه المعده دي؟ سواء حساسيه في الجلد او حساسيه في الجهاز التنفسي، يعني اي نوع من انواع الارتكاريات او الالرجيز بتعملها فعلا. وفيها مواد توابل كتيره جدا ومواد حافظه بتاثر على اغشيه الجهاز الهضمي. ففعلا بتاثر على جرثومه المعده. ايه جرثومه المعده دي؟ جرثومه المعده دي بتبتدي كده عند تقريبا 99.9% من المصريين، اللي هي الاتش بايلوري بنقول عليها، يمكن حضرتك او هيليكوباكتر. دي جرثومه موجوده عند كتير جدا، بتحتاج علاج كده، مضادات حيويه معينه في كورس معين، موجوده عند المصريين كتيره جدا، وهي اللي عامله لهم مشاكل في الهضم ومشاكل في المعده. طبعا اكلنا الغلط وعاداتنا الغلط. لا ده احنا لازم نعمل حاجه على الموضوع جرثومه المعده ده، زي ما حضرتك بتقولي 99 من المصريين. انا الفتره كنت شاكه ان انا عندي جرثومه المعده. هو يعني ايه جرثومه المعده؟ وعملت تحاليل مخصوص والله عشان اتاكد ان هي مش جرثومه المعده. على كل حال حضرتك عند كل الناس وبيغلبوا ومش عارفين عند ايه، ولخبطه في الهضم على طول وحرقان، بتطلع جرثومه المعده. بتطلع جرثومه المعده فعلا عند بجد مش اقل من 70-80% من المصريين. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.